أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها هجوم جوي يضرب الإيرانيين في دير الزور، قسد تستعد للقتال خارج سوريا، وتعثر عمليات الإجلاء من ماريوبول. إذن تشن طائرات مجهولة غارات جوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في حويجة قاطع بدير الزور. تغيب البيانات عن العملية، المهاجم صامت والمهجوم عليه اكتفى بخبر على موقعه بتعرض قواته لضربة جوية. تقول مصادر محلية أن الضربات دمرت منصات إطلاق صواريخ، وأقرب الخصوم لتلك المنصات هي القوات الأمريكية المنتشرة في حقل كونيكو شرقية دير الزور. الرد على ما جرى لم يحدث حتى الآن، فما أسباب تلك الغارات وما تداعياتها على المشهد في شرق سوريا؟ أما في المحور الثاني، تبدي وحدات حماية الشعب استعدادها للقتال في سنجار العراقية إلى جانب حزب العمال الكردستاني. يقول المتحدث باسمها أنهم حاضرون للقتال والدفاع عن سنجار وأهلها، وهذا إعلان صريح أن نشاط الوحدات لم يعد يقتصر على سوريا، وأنما في كل منطقة تتبع للعمال الكردستاني. لكن الدوافع الخفية وراء الإعلان تكمن في مخاوف حزب العمال وأذرعه السورية والعراقية من الجدار الإسمنتي المراد إقامته بين سنجار والحسكة. فالمخاوف من الحصار هي من تحرك الوحدات اليوم، لكنه إعلان يراه كثر استفزازا لتركيا التي تراقب. أما في محورنا الأخير، تستمر معضلة مجمع أزوفستال في مدينة ماريوبول. تقول كييف أن موسكو تعرقل عمليات إجلاء المحاصرين، في حين ترد موسكو بالنار وتضرب المجمع وتشترط تسليم العسكريين أنفسهم لقاء فك الحصار. فهل تنجح الدبلوماسية في إنهاء الحصار أم أن لبوتين رأيا آخر؟ الحلقة بدأت، مرحبا بكم. قالت مصادر محلية أن طائرات حربية مجهولة شنت غارات جوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في حويجة قاطع قرب مدينة دير الزور شرقية سوريا. وفق المصادر فإن القصف استهدف منصات إطلاق صواريخ في المنطقة. نتابع المزيد في تقرير غياث المحمد. هذا جسر ترابي على نهر الفرات قرب الجسر المعلق في دير الزور، احتفل النظام بتدشينه آخر الشهر الماضي، وليس بعيدا عنه استهدف طيران مجهول المنطقة من دون ذكر وقوع خسائر بشرية. وأكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن أحد أماكن القصف كان بين الجسر المعلق والجسر الجديد في حويجة قاطع، وهي جزيرة صغيرة تقع وسط نهر الفرات غير مأهولة بالسكان، وأدى القصف إلى تصدع في الجسر الترابي من دون وقوع إصابات. تعتبر المنطقة مثلثا روسيا أمريكيا إيرانيا، وتنتشر فيها الميليشيات الإيرانية بكثافة، ومن المرجح أن يكون الطيران تابعا للتحالف الدولي، بينما ذكرت مصادر محلية أن القصف طال منصة إطلاق صواريخ إيرانية قريبة من هناك. تتعرض المنطقة المحيطة لقصف بين الفينة والأخرى، يرجح في الغالب أنه للتحالف الدولي، مستهدفا مقار إيرانية وميليشيات تابعة لها. ومن الجدير ذكره أن هذه المنطقة تحمل ذكرى سيئة لروسيا التي استهدفت فيها قوات التحالف قافلة تابعة لفاغنر منذ 4 سنوات. ويبدو أن هذا القصف
هو رسالة أمريكية لطهران بأن المنطقة ما زالت تحت المراقبة الشديدة ولن يسمح لهم بعبور النهر أو التحرك كيفما يريدون هناك. نناقش هذا الموضوع مع الكاتب الصحفي سامر العني وهو موجود في غازي عنتاب، وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الدكتور نصير العمري من نيويورك. مساء الخير لكما. سأبدأ معك سيد سامر العني، ما هو الجديد أو الملفت في هذا القصف على منطقة حويجة قاطع على نهر الفرات؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. يعني حويجة قاطع لها يعني أهمية، فعلا أهمية استراتيجية في دير الزور. أنتم تعلمون في نهاية المعارك ضد داعش تجمع المدنيون في حويجة قاطع بسبب أن هذه الحويجة تبعد مئات الأمتار أو يعني أقل من 200 متر عن مناطق قسد، وتبعد يعني أيضا أقل من حوالي 100 متر عن الضفة الأخرى التي يسيطر عليها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والروس وما إلى ذلك. في الشهرين الأخيرة نقلت إيران مجموعة من قواعد الصواريخ ونشرتها على الحدود النهرية من دير الزور إلى الرقة. قواعد هذه القواعد بدأت تشكل خطر على القواعد الأمريكية وعلى قسد في المنطقة. فأنا أعتقد أن هذا القصف صحيح أنه كما يدعي النظام أو كما يدعي الأمريكان أن هذا القصف بسبب أن النظام تعرض لمنطاد حراري كان موجود في الجو أو وما إلى ذلك، لكن لا، حقيقة أنا أعتقد أن الأمريكان يعني أصبحوا يخشون من وجود هذه القواعد، وخصوصا في حويجة قاطع. حويجة قاطع هي تشرف على الريف الشرقي، يعني على شرق الفرات بريفيه الشرقي وريفه الغربي، وأيضا على ريف الشمالي باتجاه الحسكة. فهي نقطة استراتيجية. الأمريكان لا يريدون أن يكون هناك يعني قوة للإيرانيين أو أي سبيل للضغط على الأمريكان. يعني منصة الصواريخ هذه ممكن أن تشكل خطر على القواعد الأمريكية. لذلك يعني الأمريكان وإن يعني غض النظر عن وجود الإيرانيين على حدود النهر، على يعني على الشاطئ النهري من البوكمال وحتى الرقة، لكن مع غض النظر لن يسمحوا أن يكون هناك مركز قوة للإيرانيين في هذه المنطقة. أنا أعتقد هذا هو السبب قصف منصة الصواريخ. أيضا أنا أعتقد أن هذه ليست المنصة الأخيرة التي سيتم استهدافها، إنما أنا أعتقد أو الوحيدة التي سيتم استهدافها. يعني لا، هو سابقا تم قصف منصة صواريخ لكن لم تكن الغارة بهذا الحجم. أنا أعتقد أن يعني المستقبل سيكون هناك قصف لمنصات صواريخ التي تموضعت على شاطئ النهر، يعني حتى حدود الرقة. أنا أعتقد سيتم قصف المنصة مثلا الموجودة في معدان أو قبل معدان بقليل، وقصف منصتين آخرين ما بين دير الزور والرقة أتوقع سيتم قصفها في الأيام القادمة، حتى لا يكون يعني لن يسمح الأمريكان للإيرانيين بامتلاك وسائل القوة أو أدوات القوة على الشاطئ النهري. لكن أمريكا لم تتبنى هذا القصف دكتور نصير العمري، لماذا لا تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الهجمات على مناطق مختلفة في سوريا أو قوات التحالف؟ من يعني له المصلحة في عدم ذكر مصدر القصف؟ تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين. بالفعل في العادة الولايات المتحدة تخرج بإعلان رسمي يوضح الهدف والأسباب وغير ذلك، وهو جزء يكون يعني جزء من العملية توضيح سبب القصف وغير ذلك. ربما يعني لم تعلن الولايات المتحدة لحد هذه اللحظة، لأنه ربما يكون القرار تم يعني من قادة ميدانيين رأوا بأن هناك يعني خطر يجب الرد عليه، فربما تعود الولايات المتحدة والاعتراف يعني بهذا القصف، هذا إن لم يكن يعني الإسرائيلي هو الذي نفذها. ولكن كما تفضل ضيفكم، يعني الولايات المتحدة ردت قبل ذلك ليس على القوات الإيرانية بل على مجموعة فاغنر، حيث أن وزير الدفاع الأمريكي
قال قبل عدة سنوات بأنه تم القضاء على عدة مئات من الجنود التابعين أو المرتزقة التابعين للجيش الروسي. إذن هذه المنطقة هي فعلا هي منطقة حساسة. والولايات المتحدة يعني تريد في عهد السيد بايدن لا يوجد انسحابات من سوريا كما رأينا في عهد السيد ترامب، وأظن بأنه كل ما يحصل يعني هي مواجهة ربما تعتمد على هذه المحادثات النووية، وربما التوصل مع إيران إلى حلول بشأن تواجدها في سوريا وفي المنطقة بشكل عام. لكن نتيجة الحساسية التي ذكرتها دكتور نصير العمري ووجود روسيا في تلك المنطقة، ما مدى التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الطلعات الجوية، الدوريات المشتركة، خصوصا بعد توتر العلاقات بشكل كبير نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا؟ هنا نتحدث عن التنسيق في سوريا. يعني أتوقع بأنه يجب أن يكون هناك مستوى من التنسيق، لأنه طيران التحالف الدولي يعني يحوم في أجواء المنطقة، وروسيا لها تواجد عسكري وقاعدة حميميم المهمة وغير ذلك. فلا أظن بأنه مصلحة روسيا والولايات المتحدة أن ينقطع كامل التنسيق، ولكن التنسيق لا يعني التوافق فيما يحصل في سوريا. وكان هناك يعني أصوات في الولايات المتحدة تقول لماذا لا تشعل جبهة سوريا على غرار ما يحصل في أوكرانيا؟ لماذا يعني نريح العدو الروسي، نريحه يعني من جبهة سوريا؟ فهناك حوار يعني عن الدور السوري، دور يعني ما يحصل في سوريا والتواجد الروسي، وربما يعني إذا طال زمن الحرب في أوكرانيا ربما نرى تصعيد من هذا النوع يقود إلى إشعال جبهات في وجه الروسي في كل مكان. فأظن بأنه لا يوجد شيء يعني لم تفعله إدارة بايدن، والتي يعني أخذت منحى جدي في مواجهة روسيا عكس الإدارات السابقة، فلا يستبعد أي شيء، وربما يكون هذا بداية فعلا يعني فرض الولايات المتحدة تواجد أفضل في روسيا وفرض نفوذ أكبر. ولكن لا ندري، يعني أظن بأن الاتفاقية النووية مع إيران والمحادثات هي التي تمنع تبلور موقف أمريكي واضح من التواجد الأمريكي على الحدود السورية العراقية، التواجد الإيراني على الحدود السورية العراقية. نعم سيد سامر العاني، إذا أردنا الرجوع للحديث أيضا عن المنطقة التي تم قصفها، هذه المنطقة تحدثت أنها حساسة بشكل كبير لقربها من جميع الأطراف، وأيضا تم القصف قرب الجسر الترابي الذي أنشأه النظام قبل فترة قصيرة جدا من الآن. ما هي الأسباب؟ هل يهدف فقط لاستهداف منصة إطلاق الصواريخ الإيرانية كما تحدثت المصادر، أم هناك أسباب أخرى للقصف برأيك؟ يعني لاحظ أن القصف في يعني بشكل عام أو قصف التحالف أو حتى قصف الطيران الإسرائيلي كان يستهدف المجموعات الإيرانية خارج حدود المدينة. اليوم أيضا من أهميات هذه الغارة أن هذه الغارة استهدفت قلب مدينة دير الزور، يعني هي استهدفت مزرعة شعلان طعمة في حويجة قاطع، وبالتالي هي استهدفت قلب مدينة دير الزور. أنا أنظر إلى هذا الأمر أن هناك رسالة، ورسالة واضحة للنظام السوري وللإيرانيين، أو دعني أقول للإيرانيين ومن بعده للنظام السوري، أن الميليشيات إن تحصنت خارج حدود المدينة فهي تحت مرمى ضرباتنا، وإن تحصنت داخل المدينة فهي أيضا في مرمى ضرباتنا. اليوم النظام والميليشيات الإيرانية ينكرون أن هذا القصف أدى إلى أضرار بشرية، لكن لا، حقيقة يعني كان هناك أو يعني الناس في دير الزور يتحدثون عن وجود قتلى ما بين الميليشيات، من الميليشيات الإيرانية الذين كانوا موجودين في مزرعة شعلان طومة. وبالتالي يعني هذه رسالة، ورسالة واضحة، أن حتى المدينة أو مركز المدينة لن يسلم من ضربات التحالف الدولي أو الضربات الأمريكية في حال كان هناك أي استفزاز من قبل الميليشيات.
الميليشيات الإيرانية. يعني هذه واحدة من النقاط المهمة التي أراد الأمريكان إيصالها إلى النظام السوري وللإيرانيين وحتى للروس. يعني أنتم تعلمون أيضا أن هناك قواعد للروس أو يعني ميليشيات تابعة للروس في دير الزور وفي ريف دير الزور. أيضا هذه الرسالة قد تكون هي رسالة للروس أنكم أنتم أيضا في حال أي استفزاز لن تكونوا بعيدين عن مرمى ضرباتنا، ضربات التحالف الدولي. فيعني هذا، وأعيد أقول أن هذه أول مرة يستهدف التحالف الدولي قلب مدينة دير الزور، وبالتالي يعني أنا يعني أظن أن التحالف الدولي بدأ يبحث عن ضربات أكثر إيلاما وضربات يعني أكثر ذات رسائل أكثر وضوحا بالنسبة للإيرانيين والنظام السوري. وكما أسلف ضيفك الكريم، يعني أيضا المشكلة العالقة هناك بين الأمريكان والإيرانيين أن هناك بنود، في هناك 12 بند قدمها الأمريكان للإيرانيين ويريدون ضغط على الإيرانيين من أجل تحقيق هذه البنود الـ 12، وأهمها البند الخامس والسادس المتعلق في سوريا والعراق وفي وضع الميليشيات في يعني داخل سوريا وداخل العراق. نعم دكتور. نعم. نصير العمري، يعني السيد سامر العاني تحدث عن ربما تكثيف للضربات الأمريكية في بعض مناطق سوريا، هل ترى أنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا أنه يمكن أن تتغير الاستراتيجية الأمريكية في مناطق شمال وشمال شرق سوريا؟ أظن ذلك، وأظن بأن الفشل الروسي في أوكرانيا يعني أثبت لصانع السياسة الأمريكي بأن الخوف من دعم المعارضة السورية يعني هو غير مبرر، حيث أن عدة مئات في ماريوبل استطاعوا أن يوقفوا روسيا لحوالي 60 يوم. فأظن بأن هناك مراجعة للدور الأمريكي وحجم روسيا وحجم تأثير روسيا لو أنه فعلا كان هناك دعم حقيقي للمعارضة السورية. فنعم أظن بأن الأمريكي ينظر إلى ما يحصل في سوريا، وأظن بأن الصورة الأشمل هو أن الدور الروسي في العالم وفي سوريا سيختلف إذا فعلا تمت الهزيمة في أوكرانيا، وهذا ما يتوقع الجميع بأنه سيكون هناك هزيمة، وهذا يفتح يعني الأبواب للحديث عن حلول وربما تصعيد في سوريا، يعني يعيد للدور الأمريكي ثقله على حساب الدور الروسي والإيراني. نعم تحدثنا عن تفاصيل متعددة سيد سامر العاني، ولكن لم نتحدث عن الرد الإيراني على قصف منصة إطلاق الصواريخ. ما هو الرد الإيراني المتوقع، خصوصا يعني أنه بعد استلام إدارة بايدن لزمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية كثفت الميليشيات التابعة لإيران من قصفها للمواقع العسكرية الأمريكية سواء في سوريا أو العراق؟ يعني هناك يعني إذا كنت تعني الرد العسكري، نعم. فحدث رد بعد عدة ساعات من هذه الغارة، لكن الرد لا يتناسب مع حجم الغارة، وبالتالي يعني قصفت هناك مواقع في منطقة معيزيلة مثلا، اقتصرت على أضرار مادية لم يكن هناك أضرار بشرية. فهذا الرد كان رد ضعيف لا يتناسب مع حجم الغارة، وبالتالي هذا يشير إلى أن الإيرانيين وحتى النظام السوري يعني ينوون أو يريدون الصمت عن هذه، هم لا يستطيعون الرد بشكل أكبر لأنهم يعلمون أن نتائج الرد بشكل أكبر ستكون نتائج كارثية على الميليشيات الإيرانية، كارثية على النظام السوري. قد يتصاعد هذا يعني هذه الضربات لأمور ضغط سياسي أكبر لعقوبات، وبالتالي يعني يبدو كما يقال أنهم يريدون الصمت عن هذه المجزرة أو عن هذه عفوا الغارة، ويريدون القول أنهم خلاص يعني
يعني أكلوا الضربة وانتهى الأمر. يحاول الإعلام السوري، إعلام النظام السوري، ويحاول أيضا الإعلام الإيراني يعني التقليل من أهمية هذه الضربة، أنها ضربة عادية اقتصرت على بعض الأضرار المادية، لم تكن ضربة كبيرة. وإذا لاحظتم يعني إعلام النظام يعني يهرول الآن لينفي أن الجسر الذي أنشئ حديثا لم يتضرر ولم يتصدع، مع أنه قريب من مكان الضربة. يعني يريدون أن يشيروا إلى أن هذه الضربة هي ضربة صغيرة ولا تستدعي الرد بعنف، لكن حقيقة لا، هي ضربة وضربة موجعة للنظام، إن كانت من ناحية أنها في قلب مدينة دير الزور أو كانت من ناحية الخسائر البشرية. يعني أعيد وأقول أن مزرعة شعلان طومة هي مركز، صح هي منصة للصواريخ، لكن أيضا هي مركز لتجمع الميليشيات الإيرانية في هذه المزرعة. هناك قيادات إيرانية، هناك الميليشيات العابرة للحدود وليس الميليشيات المحلية، يعني ليست ميليشيات أفراد من المنطقة، إنما هي ميليشيا عابرة للحدود، وبالتالي تكمن أهميتها في أن هناك قيادات يعني في هذه المنطقة تقيم في الحويجة أيضا. الحويجة غير مأهولة بالسكان صحيح، ولكن هي مأهولة بقيادات الميليشيات والقيادات الإيرانية. فيعني كما أسلفت أن هذه يعني النظام والإيرانيين يريدون التقليل من أهمية الضربة حتى لا يكونوا مطالبين بشكل كبير بالرد على هذه يعني على هذه الضربة. نعم، أشكرك جزيل الشكر. نعم. الكاتب الصحفي سامر العاني كنت معنا من غازي عنتاب، وجزيل الشكر أيضا للدكتور نصير العمري المحلل السياسي كان معنا من نيويورك. مشاهدينا فاصل ونعود.